تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأمن دائرة صالح باي وعلى إثر استغلال المعلومات بخصوص ترويج كمية من المخدرات كيف معالج ومؤثرات عقلية من قبل شخص، على الفور تم تحديد هويته مع الترصد له أين تم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية. بعد التحقيق المعمق معه تم التوصل إلى هوية الممون الرئيسي، وبموجب إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش إلى الاختصاص القضائي بأحد الولايات المجاورة تم توقيف شخصين في حالة تلبس على متن مركبة سياحية وبحوزتهم كمية من المخدرات نهزت 1 كيلوغرام وحوالي 650 قرص مهلوس.